أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurniannya kita dah sama-sama dapat bertemu di dalam slot Tadarus Al-Quran, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah, untuk kali ini kita sambung pada muka surat Allahumma salli ala Muhammad 236 sehingga 241. Okey, 236 sehingga 241, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, insya-Allah ibu-ibu ayah, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قصة سبلة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. Oke, kita pindah pada muka surat 238. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Saya ucapkan buat ayah dan bunda yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Oke, ibu-ibu ayah boleh tekan button share. Sebarkan dulu live kita pada pagi ini. InsyaAllah, bawah ada 324 mata yang mandang. Oke, jom. Okey, bersebenar dengan hari Minggu ni, jom sama-sama kita nak teruskan ke surat 238 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أوكي سترسلها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام تزرقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب تأكل وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير فتأكل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عندك ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن بضع سنين سمون. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا
يا تعبرون. وكسراء الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن العالمين. سوري. إن ربي بكيدهن عليم. Langkau. Sat. Sekali lagi. Langkau lagi bibi boya ya. Langkau. Sorry. Sat, saya ulang balik ayat 48. Okey. Saya ulang balik ayat 48. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad. Ya قُلْنَا مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ. Ayat berapa nama ya? Kok saya terscroll laju sangat? Ustaz, ibu, Ustaz.
Minta maaf, saya terscroll laju sangat ke sampai terlangkau. Okey. Kalau terlangkau, sedang saya baca balik ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Okay. Sebab saya duk tengok dekat Quran depan laptop, belakang tu saya nak kena tengok, saya nak kena naik ayat tu. Tu yang kadang-kadang terscroll laju. Tu yang menyebabkan jadi langkau. Okay. Minta maaf ibu ayah tu. Sebab saya banyak nak kena tengok Quran tu, ada dua kat saya. Takut lagi saya duk baca Quran yang saya duk pegang ni, yang saya duk tengok ni, yang dalam live tak naik atas lagi. Macam tu lah. Okay. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulih إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. الحمد لله selesai buku surat 240 satu, insyaAllah. Jadi itu sahaja ibu ayah ya, untuk bacaan Al-Quran kita pada pagi ini. InsyaAllah nanti
sambung pada muka surat 242 pada sesi petang pula. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Kita tamu pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okey, itu sahaja. Terima kasih ibu-ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Quran.